خدناها تحيه مجدده. عندنا مجموعه من الاخبار ديال اليوم، اهم العناوين: مستجدات عقد القمه الجزائري، يعني القمه العربيه في الجزائر، مستجدات جديده، شروط جديده، وحصريا سنتكلم عن بعض الدول او زعماء الدول التي اكدت حضورها في القمه العربيه. كذلك سنتكلم اليوم عن التحول الكبير في موقف دوله انغولا، كانت بالامس مدعمه للبوليساريو، لا زالت تعترف رسميا لكنها قريبه من سحب الاعتراف، وهذا بفضل التحركات ديال وزير الخارجيه ديالنا منقص ناصر بوريطة. سنتكلم كذلك اليوم عن دعوة البوليساريو للتظاهر في داخل المدن المغربية واستغلال واحد الحادث. غادي نشوفوا كذلك بالصور الاستجابة ديال اتباع البوليساريو لهذا النداء ديال البوليساريو، ونشوفوا الاعداد قداش، ونشوفوا كذلك لاكاليتي ديال هاد الناس شكون. مشينا لتفاصيل ديال هاد الحلقة مع محمد السباحي. خذنا تحية مجددة. مجموعة من الصحف العالمية اليوم تقول بأن هناك خبر مهم جدا، ويعني كاين تحركات في الخفاء تقع اليوم بين السعودية والجزائر. السعودية تتدخل مرة أخرى من أجل يعني أن تفرض شروطا جديدة على الجزائر من أجل عقد القمة العربية فيها. أهم هذه الأسباب اللي غادي نشوفوا مثلا من واحد صحيفة اللي هي 24 ساعة، كتبت مصادر: السعودية تضغط على الجزائر لتطبيع علاقتها مع المغرب قبل قمة العرب. كتجيب لنا هذه من واحد الموقع سميتو نيوز ايزورو. ما تديوش علينا، انا شخصيا راني ما قاريش لونغلي، بلا ما نهبط عاوتاني في التعاليق لتحت ما كتعرفش تنطق. نحن من ضحايا دراسة الاسبانية، انا ولد الجنوب وقريت الاسبانية في الليسي، هادشي اللي عطا الله. نمشيو. واحد الموقع سميتو نيوز ايزورو ولا بحال هكذا، جابت منه هاد الصحيفة الخبر. كشفت مصادر إعلامية أن السعودية تضغط وسط تكتم شديد لإقناع القادة الجزائريين بقبول عرض الوساطة الذي قدمته المملكة، يعني المملكة السعودية، من أجل إعادة تطبيع العلاقات المتوترة مع المغرب، وذلك قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الأول والثاني من شهر نوفمبر المقبل بالجزائر. وكشف يعني الموقع اللي ذكرناه قبل نسبة إلى مصادره إلى أن المملكة العربية السعودية عادت هذه الأيام وبآلة دبلوماسية قوية لإقناع الجزائر بضرورة المصالحة مع المغرب ووضع حد لعدائها تجاه جارتها الغربية. وكشف الموقع أن مستوى تمثيل العديد من الدول العربية خصوصا الخليجية منها قد ينخفض بشكل غير مسبوق، إذ تتشبث الجزائر بموقفها العدائي من المغرب الذي يعتبر محورا في جامعة الدول العربية. بغينا نقول لكم دولة وحيدة أكد زعيمها الحضور في هذه القمة هي قطر. يعني دولة وحيدة رغم الرحلات المكوكية اللي كان كيدير رمطال العمامرة وكان كيدير معاه كدبون، دولة وحيدة اليوم هي قطر، في حين أن السعودية جاتهم فاس قالت لهم بغيتوا القمة تنجح حاولوا تحلوا مشاكلكم مع المغرب. المغرب كيقول حنا ما عندنا حتى شي مشكل مع الجزائر، ما كايناش شي دولة كتجي عند المغرب كتقول لي خصك تصالح مع الجزائر. المغرب لعبها نضج بعقله، ما عندناش مشكل. وقالها الملك في خطاب رسمي، في آخر خطاب للملك قالها: نمد يدنا للجزائر، وما عمر الدولة الجزائرية ما غادي يجيها السوء من المغرب، وكذا. إذن راه ماشي محزرين لكم داك الغاز ديالكم ولا محزر لكم شي حاجة أخرى، ولكن باسم التاريخ، ولو أنني شخصيا أنا أتكلم وأظن أن الكثير من المتابعين يشتركوني مع والله العظيم ما بقاتش كتهمني الجورة ديال هاد البلاد ولا فتح علاقات ولا تطبيع علاقات مع هاد البلاد. صافي انسونا، نهار ينسونا غادي ينسوكم.
نهار اللي ما تبقاوش تفكروا في المغرب وفي المغاربه غادي ننساوكم حتى حنا. ولكن ما دمتم نتوما كتجبدوا المغرب الصبح مساء كتعشاو به وكتفطروا به وكتهاجمونا فما غتسناوناش اننا غادي نسكتوا، غادي نبقاو نردوا عليكم دائما. اذا ها هو الخبر الصحيح، وهذا يؤكد كذلك علاش كانت كتأجل القمة العربية إلى يعني من سنة إلى سنة، كتأجل من سنة إلى سنة، وهذا العام في الشك وأقولها وأذكرني بهذا الكلام، أشك بأنها ستنظم في نوفمبر نهار واحد، أشك فيها وخلي هذا الفيديو تال نهار واحد نوفمبر ونجمدوه ونتكلم عليه. اليوم دولة من دول الإفريقية التي كانت تدعم البوليساريو وتعترف بجمهورية الواد، لأنه راه حنا قلنا لكم التاريخ ديال الاعتراف الثمانينات أيام كانت الدول الطفيلية الإفريقية تحكمها الأنظمة العسكرية والجزائر بصفتها نظاما عسكريا، هاد الأنظمة كانت كتنسق بيناتها وكانت الجزائر تعيش البحبوحة الاقتصادية، يعني كانت عندها الفلوس والفلوس فين مشات؟ كانت كتعطى رشاوة لهذه الدول من أجل الاعتراف وقبول عضوية البوليساريو في الاتحاد الإفريقي. أحمد وانيس اللي هو وزير الخارجية الأسبق التونسي واللي كان مدير ديال الاتحاد الإفريقي أو ما كان يسمى بالمنظمة الوحدة الإفريقية في الثمانينات قالها وقالها بالسر، يعني قال هذا السر أفشاه في مقابلة إذاعية، قال لهم أنا شاهد على رشوة الجزائر لمجموعة من الأنظمة الإفريقية. مجموعة من الأنظمة الإفريقية يعني سحبت الاعتراف ديالها، ومن هذه الدول اللي غادية في الطريق هي أنغولا. الأمر يتعلق بلقاء ديال بوريتا مع واحد المبعوث ديال رئيس دولة أنغولا. كانت يعني لحد الآن المضمون ديال هذا اللقاء في طي الكتمان. لحد الآن المغرب ما خرج بتصريح اشنو وقع في هذا اللقاء لحد الآن، ولكن كاين يعني هذاك الرئيس المبعوث ديال الرئيس اكد في واحد التصريح للصحافة على ضرورة تعزيز علاقات الصداقة التي تجمع بين أنغولا والمغرب البلدين اللذين يمتلكان تاريخا مشتركا، لذلك نعتبر أن المغرب بلد صديق لأنغولا ويتعين على البلدين الحفاظ على هذه العلاقات وتعزيزها بشكل أكبر. هذا الشيء اللي كاين لحد الآن، ولكن أنا غادي نرجع معكم لسنة 2021 ناض صبري بقدوم اللي هو كان أنذاك وزير الخارجية الجزائرية مشى دار واحد طواف مكوكي مجموعة من الدول الإفريقية التي تعترف بكيان الوهم، منها ليسوتو وكذلك جنوب إفريقيا وجال أنغولا. من اللي مشى جنوب إفريقيا في البيان المشترك خرجوا بدعم ما يسمى بالشعب الصحراوي وكذا، وكذلك من اللي مشى ليسوتو دار واحد البيان مشترك دعم كذا كذا، ولكن من اللي مشى لأنغولا يعني في نفس السفرية نفس الجولة خرجوا ببيان ما تكلماش فيه على ما يسمى بالشعب الصحراوي البوليساريو أو تكلموا فقط على دعم الدولتين للمجهودات وتعاونها من أجل القضاء على الإرهاب فقط. وقبل منها واحد شهرين المبعوث ديال أنغولا في الأمم المتحدة في واحد الاجتماع ديال اللجنة الرابعة للشؤون السياسية في أكتوبر 2020 في واحد الاجتماع قال بالحرف أكد على الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سلمي وعادي ودائم للنزاع في الصحراء المغربية، قالها بهك. يعني كانوا البارح كيتكلموا حول الدعم ما يسمى بالجمهورية الصحراوية، وفي هذا اللقاء يعني في أكتوبر 2020 المندوب ديال أنغولا في الأمم المتحدة كيقول الحل العادل للدولتين أو الحل العادل للقضية. إذن تحول 180 درجة في النقاش والحوار، وأكيد سيكون هناك الجديد في القريب العاجل إن شاء الله. نمشيو الخبر الأخير ديالنا وهو الثالث، وهو دعوة البوليساريو مجموعة من أتباعها للتظاهر في مجموعة من المدن المغربية
خصوصا المدن الجنوبية أكادير تيزنيت كلميم أسا المحاميد وزيد وزيد وزيد. يعني استغلالا لواحد الواقعة هي جنائية. يعني جوج ديال الطلبة حصلوا على عندهم واحد الكمية مهمة ديال السلاح الأبيض بيدخل الحي الجامعي. تهمة ليست تهمة سياسية، تهمة ديال إجرام جريمة. يعني السلاح الأبيض هذه معروفة، هذه جريمة معروفة. تشدوا مشاو دخلوا للحبس، نات البوليساريو عبر طلابها يعني التابعين لها بداو كيديروا في البيانات وفي البلاغات، مع العلم ان هذوك الطلبه ما كينتميوش للمنطقه المتنازع عليها اللي هي المنطقه المغربيه الصحراء المغربيه، ينتمون الى محاميه الغزلان، وهذه المنطقه لا تطالب بها البوليساريو. تشدوا في الحبس بهذه التهمه، ومن بعد كيجيو البوليساريو وتدعو الناس الى المظاهرات والتظاهر. نقرا واحد البيان يعني اللي خرج هاد يومين وكيتكلم على يعني على 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 الاحتجاج. بغاو الاحتجاج، بغاو الناس تخرج، وبغاو الناس الاتباع ديالهم كيقولها واحد النداء الى الجماهير الصحراويه من اجل دعم المعتقلين والالتفاف حول معركتهم ومواجهه نظام الاحتلال من خلال مواكبه المحاكمه السوريه والتي سيجرى احد اشواطها يوم الاثنين 9/5 يعني اليوم باكادير المغربيه، فكونوا في الموعد. هي كاينه شي اكادير اخرى غير مغربيه، علاش كتبوا دائما ديك اللعيبه ديال الاحتلال وهذه مغربيه؟ علاش اكادير بين مغربيه؟ ملي كنقولوا وهران بين جزائريه، ملي كنقولوا دمشق بين سوريه، ملي كنقولوا القاهره بين، علاش كديروا هاد اللعيبات؟ علاش مشيو هاد الجماهير اللي خرجات واستجبت لهذه النداءات؟ نشوفوا الصور يعني خرجوا، يعني كاين واحد الناس يعني خرجوا. نشوفوا واحد المظاهره في احدى هاي المظاهره المظاهره يعني فيها واحد 40 30 طفل، اطفال دراري صغار. عطيه دانون ديال جوج دراهم ولا عطيه خمسه دراهم جيبو، قول ليه تبعني نضربو التصويره ونصورها ونلوحها في الانترنت، قولوا هادو دعم للمعتقلين ودعم الطلبه الصحراويين. واو ها هي كتشوف. نمشيو الصوره نبينو لكم، صور يعني نقربو لكم. ها واحد الحلقيه يعني ضخمه، شوف 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 على الحلقيه قداش دايرين ما بين الواحد والواحد 3 متر باش تبان الدائرة كبيرة. هاي الجماهير الشعبية اللي خارجة اليوم كتدعم البوليساريو. نشوف واحد الصورة أخرى يعني فين وصل بهم الوقحة. كلنا حسن اللود، شكون اللي شادة؟ طفل صغير، وليد صغير. جريمة كبرى تنضاف إلى جرائم البوليساريو، استغلال الأطفال. ها هو طفل آخر، كلنا محمد العيشي ولابس توني ديال، ها شوف التوني اللي لابس، توني ديال مؤسسة وطنية للألعاب ليم دي جيز. هانتوما كتشوفوا بعينكم بالضبط، ما خبينا عليكم حتى شي حاجة. لابس توني ديال المغرب، توني ديال المغرب يعني هذاك التوني راه ديال المغرب، وهذيك الشركة مدعمة يعني لإحدى الفرق المغربية، وكاتبين كلنا محمد العيش وهذه الجماهير الصحراوية. الوهم يعني عاقوا به الناس، ما حتى شي واحد ما بقى كيتسوق هذا الكلام ديال البوليساريو والاتباع ديالها. خدنا النهايه ديال هذه الحلقه، ما تنساوش تعمرها بابون واشتراك، تفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.